السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني وأحبتي وأصدقائي الأعزاء. الليلة قررت أخفف عليكم شوية من أخبار السياسة، لذا سأنقل لكم بعضا من أخبار من قبلكم التي ستجدون فيها العبرة والفائدة بإذن الله، وذلك ابتداء من هذا الفيديو الذي وطالما أنتم معي لن يكون الأول إن شاء الله، وسأتطرق فيه إلى واحدة من أروع القصص التي رويت عن عهد الصحابة في الكثير من أمهات الكتب التي لا خلاف ولا اختلاف عليها وعلى موثوقيتها، وهي من عجائب قضاء وأحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام التي عجز غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حلها. وهي ليست القصة الوحيدة، فهناك الكثير من القصص والمرويات العجيبة التي ستجدونها أمامكم لو قمتم بالبحث عنها، وسوف أستعرضها لكم في فيديوهات لاحقة بمشيئة الله. لا أطيل عليكم، ولكن قبل أن أبدأ سرد تفاصيل القصة تفضلوا بعمل إعجاب بالفيديو إن أعجبكم، والذي لم يشترك في القناة ليقم مشكوراً يعمل اشتراك ويفعل الجرس. وإلى القصة. قصة الأم التي أنكرت ولدها وكشفها أمير المؤمنين علي عليه السلام بطريقة لم تخطر على بال أحد. سمع عمر بن الخطاب شابا بالمدينة يقول: يا أحكم الحاكمين، أحكم بيني وبين أمي. فقال له عمر: لماذا تشكو أمك يا غلام؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنها حملتني في بطنها 9 أشهر ثم أرضعتني حولين كاملين، فلما كبرت وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني. فاستدعى عمر المرأة وسألها: يا هذه، ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحق محمد وما ولد، ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو، وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وإني جارية من قريش لم أتزوج قط، وإني ما زلت بخاتم ربي. فسألها عمر: هل لك شهود على ما تقولين؟ فأجابت: نعم، هؤلاء أخوتي. فاستدعاهم عمر فشهدوا عنده بأن الغلام كذاب، وأنه يريد أن يفضح أختهم في عشيرتها، وأنها جارية من قريش لم تتزوج قط، وما زالت بخاتم ربها. فقال عمر: انطلقوا بهذا الغلام إلى السجن حتى نسأل عن الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري. وفيما هم في الطريق لقيهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، فناداه الغلام: يا ابن عم رسول الله، إني غلام مظلوم. ثم قص عليه قصته، فقال علي عليه السلام: ردوه إلى أمير المؤمنين عمر. فلما ردوه قال لهم عمر: لماذا رددتموه إلي وقد أمرتكم بالذهاب به إلى السجن؟ فقالوا: إنك قلت لنا لا تعصوا لعلي أمرا، وقد أمرنا أن نرده وألا نذهب به إلى السجن. وبينما هم كذلك أقبل علي عليه السلام وقال: علي بأم الغلام. فجاءوا بها، فقال عليه السلام للغلام: ما تقول؟ فأعاد الكلام، فقال علي لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب. فقال علي: لأقضين اليوم بقضاء يرضي رب العالمين. ثم أخذ يسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم إخوتي. ثم تقدم الشهود فشهدوا بأن الغلام كذاب، وأنه يريد أن يفضح أختهم في عشيرتها، وأنها جارية من قريش لم تتزوج قط، وما زالت بخاتم ربها. فقال علي عليه السلام لهم: أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ فقالوا: نعم يا ابن عمي رسول الله، أمرك فينا وفي أختنا جائز. فقال علي عليه السلام: أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الفتاة ب400 درهم أدفعها من مالي الخاص، وأعدي الدراهم للشاب. وقال له والمرأة تسمع: لا أراك إلا وبك أثر العرس. فقام الغلام إلى المرأة
وأعطاها الدراهم وقال لها قومي معي إلى بيت الزوجية. وهنا صاحت المرأة: النار النار يا ابن عم رسول الله، أتريد أن تزوجني من ولدي؟ أتريد أن تزوجني من ولدي؟ هذا والله ولدي، وقد زوجني أخي رجلا غريبا فولدت منه هذا الغلام، فلما كبر أمرني إخوتي أن أنتفي منه وأضرده وفؤادي يحترق عليه. ثم أخذت بيد ولدها وانطلقت، فصاح عمر بأعلى صوته: وعمرا لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. وهنا تنتهي القصة، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم، وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.